ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. معاكم محمد وعلي في فيديو جديد هنلعب فيه لعبه جي تي اي يا جماعه. طبعا يا جماعه حلقتنا النهارده هنشتري فيها عربيه باتمان يا جماعه، العربيه اللي انا بحلم فيها من زمان. فيلا بينا مع بعض نشوف الفيديو الحماسي ده. بس يا جماعه ايه رايكم في اللبس بتاعي؟ طبعا غيرت الاستايل، لو عجبكم الاستايل يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين الاستايل القديم قولوا لي برده. يلا خلاص يا حبيبي قوم، خلاص وقت الموفي، خلاص خلاص كنا بنتفرج على فيلم يا جماعه، يلا قوم يا عمي. خلاص يا جماعه دلوقتي دور ان احنا نشتري العربيه بتاعتنا الاسطوريه، ورب نعمل المطبخ بتاعي اسطوري يا جماعه، احمر في اسود الستايل روعه. اوكي خلينا بس نشيك بس الشكل تمام، كل امورنا تمام. خلينا بسرعه ننزل على الجراج يا حبيبي عشان نشتري العربيه بتاعتنا، عربيه باتمان يا جماعه. متحمس كده؟ اوكي انزل يا حبيبي الاسانسير، ايه القرف ده؟ ورب نعمل عربيه معفنه. اوكي يا جماعه طبعا شايفين الجراج بتاعي، انا فضيت الجراج بتاعي عشان ناوي اشتري عربيات بروفيشنال يا جماعه. خلينا بسرعه نطلب عربيه باتمان اللي نفسي فيها من زمان. يلا خلينا نخش على الموقع، ندخل على الموقع يا حبيبي ورب النعمه. متحمس للعربيه، فين العربيه يا جماعه؟ عربيه باتمان، عربيه باتمان فين فين فين؟ اهي اهي يا جماعه، هي دي عربيه باتمان اللي انتوا قلتوا لي عليها ابو علي، عربيه باتمان هي دي يا جماعه، العربيه بتضرب نيتروز وروعه. العربيه دي بكام يا جماعه؟ العربية دي ب 3,750,000، يعني 4 مليون تقريبا. خلينا نشتريها كده، ايه نجيبها هنا عندنا ورب النعمة يا جماعة، عربية روعة ومتحمس ليها. اوكي خلينا نقفل. ايه يا جماعة بقالي كتير العربية لسه ما جاتش، بس ايه رأيكم يا جماعة في تعديل العربية دي؟ ورب النعمة اسطورة، عشان تعرفوا بس ان احنا عندنا اذواق لا متناهية. ورب النعمة يا جماعة العربية شكلها حلو بصراحة، بس الموتوسيكل ده هو اللي معفن، شكله وحش والله، بس هو شغال شكله حلو. اوكي يا جماعه العربيه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، ليه مش عارف؟ كل اللعيبه معاها عربيه باتمان، وانا حاسس لما اجي اطلب عربيه باتمان باتمان ما يوافقش، يقول لك لا ابو علي اركب عربيه باتمان ورب النعمه ببعتها له على الجراج. مش عارف ليه لحد دلوقتي العربيه ما جاتش، ممكن عشان لازم اطلع من الجراج وادخل تاني. خلينا نجرب، يلا نطلع من الجراج. اوكي يا جماعه خلينا نخش تاني، بسم الله تكون عربيه باتمان جت. الليل دخل علينا ولسه عربيه باتمان ما جاتلناش. اوكي يا جماعه لسه عربيه باتمان ما جاتش برده، كاني باتمان غضبان علينا ومش عايز يبعت لنا العربيه. ورب النعمه العربيه ما عاوزه تيجي. الو يا مستر باتمان، يا مستر باتمان فين العربيه؟ ايه يا عمي يا عمي، دافع 4 مليون كان معايا 10. اوه العربيه جت يا جماعه، العربيه جت، لازم يعني نقول لكم ان احنا دافعين فلوس عشان تبعتوا لنا العربيه. خش بسرعه يا حبيبي متحمس للعربيه، يلا دخلونا. ايوه ورب النعمه جت يا جماعه الاسطوره، شايفين الاسطوره؟ الاسطوره هي يا جماعه، هي دي الاسطوره بتاعتنا. واو ورب النعمه اسطوره يا جماعه، خلينا نركب بسرعه. يلا يا حبيبي اركب. واو طبعا احسن لون ليها يا جماعه اللون الاسود. يلا خلينا نجربها ورب النعمه، العربيه روعه يا جماعه، روعه، حته شوكولاته سودا ماشيه في الشارع. اوكي انا اسف ورب النعمه، انا اسف ما كانش قصدي، بس العربيه هي اللي صاروخ. ورب النعمه العربيه طالعه يا جماعه، واو اوه ماي جاد يا جماعه، اخيرا بقى معايا عربيه باتمان. واو طبعا عمال ادوس في خلق الله، خلاص معايا عربيه باتمان لازم ندوس عليهم بالعربيه. واو 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 على السرعه، واو على السرعه، اوه ماي جاد يا حبيبي بتطير من كتر النيتروز يا جماعه. واو ورب النعمه بتطير العربيات. اوكي يا جماعه خطتنا ان احنا نعدل على العربيه دي، نخليها عربيه اسطوريه ملهاش اي حل، بس انا مش عارف الاضاءه تعبانه ليه، احنا عشان بالليل. يلا يلا خلينا نضرب نيتروس في العربيه دي، اضرب نيتروس طيرها. ايوه 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 يا صاحب الموتوسيكل. مات صاحب الموتوسيكل لسه ما ماتش يا جماعه، اي جري. ايوه يا جماعه في واحد هنا بموتوسيكل، طبعا اخونا التاني مات، عايزين دلوقتي نجرب عليه حاجه مهمه جدا. طبعا يا جماعه ايدي بتاكلني، لازم اضرب نيتروس وهو ماشي قدامي، اشوف ده بيكسر الإشارة. تعال يا حبيبي تعال، تعال يا حبيبي ورب النعمة متحمس إن أنا أخش فيك. تعال لا 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 يا جماعة مش عايز عربيات. راح فين؟ قولوا لي بقى لسه عايش. واو ورب النعمة مات، مات جنب الموتوسيكل بتاعه. أوكي يا جماعة خطتنا إن إحنا نروح نعدل العربية دي، خلينا بسرعة نطلب العربية بتاعتنا الكبيرة اللي هي التريلا الكبيرة، طبعًا ايون اللي هي اسمها الموبايل اوبريشن سنتر. خلينا بس بسرعه نعمل لها ريكويست عشان نروح نعدل على العربيه بتاعتنا الاسطوريه دي، عربيه باتمان يا جماعه. واو مات، اعتقد مات ورب النعمه، هو ده الحماس يا جماعه، تكون راكب عربيه تموت فيها الناس وكمان بتضرب نار، يعني شوفوا بتضرب نار كمان ورب النعمه عربيه اسطوريه. ايون العربيه بتاعتنا نزلت هنا ترسبنت جنبينا. اوكي هي دي عربيتنا يا جماعه اللي احنا نقدر نعدل العربيه بتاعتنا فيها. ايوه لف 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 لف، خلينا نخش بسرعه.
ادخل العربية بتاعتنا يا حبيبي، متحمس ورب النعمة للعربية. واو يا جماعة انا ليه متخرش؟ محدش ضربني ورب النعمة محدش ضربني. اوكي اوكي عشان عمال اخبط في الناس، خلينا اول حاجة نعدل الارمور يا جماعة بتاع العربية عشان العربية تستحمل. خلينا نختار اعلى حاجة طبعا اللي هو 100% بخمسين الف فلوس. يا جماعة معيش غير 6 مليون، عايز انتبه للفلوس. الفرامل عايزين نعدلها اخر واحدة عشان الفرامل تكون كويسة. عايزين نعدل الانجين طبعا المحرك. خلينا بسرعة نختار اعلى واحد ونختار الإضاءة يا جماعة. لازم نختار إضاءة كويسة عشان يكون النور بتاع العربية من بعيد باين وكده، يعني حركات يا جماعة. أقول لك ده غني صاحب العربية دي. أوكي خلينا بسرعة نعدل الإضاءة اللي تحت العربية. نختار أعلى إضاءة اللي هي ب 30,000 لأن هي أحسن واحدة. خلينا نختار اللون للعربية يا جماعة، ولا نخلي اللون أسود؟ أنتوا شايفين أنهي لون للعربية يكون أحسن؟ أنا ممكن أختار لون تاني غير الأسود. خلينا نشوف الألوان، ورب النعمة ألوان أسطورية يا جماعة. واو في كميه الوان رهيبه، بس انا شايف ان هي عربيه باتمان لازم يكون لونها اسود يا جماعه عشان يكون اللون مناسب. اوكي يا جماعه انا اختار اللون اللي هو الاسود الملمع ده، طبعا لون جامد بصراحه. خلينا نختاره طبعا. ده يا جماعه بننزل العربيه لتحت، زي ما انتم شايفين العربيه بتنزل لتحت سنه اهي، بنزلها لتحت. يعني لو عايزه تبقى فوق اوكي عادي، لو عايزه تنزل لتحت بتنزل. خلينا ننزلها لتحت تبقى على الارض يكون شكلها احسن. خلينا نختار اخر حاجه طبعا، اي حاجه نختارها اخر حاجه يا جماعه. التربو اهم حاجه، التربو النيتروز يا جماعه، نختار النيتروز اللي هو اعلى حاجه طبعا. وخلينا نختار الويبون، عايزين العربيه بتاعتنا تضرب نار. ايوه اكيد بتضرب ار بي جي، اكيد ده ار بي جي 180,000. اوكي خلينا نختاره. قسم مننا 180,000 فلوسنا قلت، بقت 100 وبقت كام؟ بقت 5 مليون ورب النعمه فلوسي قلت. طبعا يا جماعه التاير سموك دوت هو اللي العربيه بتطلعه وهي ماشيه، بيطلع لون ايه يا حبيبي؟ عايزين نعمل لون الريد عشان اللي شفنا من بعيد يقول لك العربيه دي ياما داست بني ادمين وبتطلع. اوكي انتوا عارفين يا جماعه، هنوريكم شكلها طبعا المطلع. خلينا بس نعمل الازاز بتاعنا اللي هو الشباك دوت ما يبينش شكلنا. نختار اخر حاجه عشان محدش يعرف يدينا هيت شوت ولا حاجه. طبعا كده يا جماعه عدينا على العربيه كامل، كل حاجه عدينا فيها بسرعه يا حبيبي. متحمس ان احنا نجرب العربيه؟ يلا طلعونا ورب النعمه العربيه بقت اسطوره يا جماعه. او ماي جاد طبعا ظبطنا كده الضرب وكل حاجه. خلينا بقى نقفل العربيه بتاعتنا الكبيره دي، خلينا نخش على السيرفيس ونخش على العربيه ونقول لها ارجع على الجراج بسرعه. يلا يا جماعه. طبعا يا جماعه شايفين اللون الاحمر ده اللي انا ضفته اهو يا جماعه، شايفين اللون الاحمر اللي بيطلع من العجل ده؟ هو ده اللون اللي انا ضفته طبعا، ضايف لون احمر عشان لما حد يشوفني يقول لك العربيه دي داست على بني ادمين كتير ويخافوا مني، يعرفوا ان العربيه دي بتدوس على اي حد. خلينا نجرب النيتروز يا جماعه بسرعه 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 يا حبيبي على النيتروز. واو ورب النعمه العربيه بتطير. واو يا جماعه عربيه باتمان الرهيبه. وسع وسع يا معفن. اوكي 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 بالهداوه بالهداوه عشان العربيه بتاعتنا ما تفرقعش. هو اللون الاحمر ده يا جماعه اللي بقول لكم عليه. يلا خلينا نجرب السرعه بتاعه العربيه. ايوه 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 خلينا نضرب نيتروس. واو ورب النعمه يا جماعه على العربيه. ايوه واحد بموتوسيكل. يلا مع السلامه يا حبيبي. خلينا نجرب النيتروس يا جماعه على العربيه الكبيره دي، نشوف ايه اللي هيحصل فيها. بس هو ده اللي حصل. اوكي اعتقد السواق مات، السواق مات يا جماعه فعلا. اوكي خلينا نقلب العربيه. دقيقه دقيقه في مزلقان هنا، خلينا بسرعه نقلب العربيه. يلا يلا مع نفسك. شفنا العربيه مسافه كبيره. اوكي يا جماعه دخلنا ميشن، خلينا نروح بسرعه طبعا. بصوا بصوا كله عايز يركب العربيه بتاعتي. ما تتركبش يا حبيبي، دي عربيه ابو علي بس حبيبي تتركبش. بصوا 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 الفزلكه بقى يا جماعه، عربيتنا كله عايز يركب فيها. يلا اركبوا عربياتكم المعفنه. تعالوا 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 واحد يجي يركب معايا اهو يا جماعه. اللون الاحمر اللي بقول لكم عليه لما العربيه بتيجي تمشي، شايفين اللون الاحمر اللي بيطلع ده؟ لون الدم يا جماعه، سفك الدماء. يلا بسرعه خلينا نروح للعربيه. واو للتارجت ورب النعمه العربيه طلقه. اوكي يا جماعه عندنا التارجت هنا في البنزينه تقريبا. اوكي خلينا ننزل، مش عارف هنعمل ايه بصراحه. خلينا نشوف، ممكن يكون فوق 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 يا ابو علي. خلينا نطلع بسرعه، مش عارف هو ايه اللي احنا هنقابله ده، بني ادم ولا عربيه ولا ايه؟ اوه ستيل. اه شكلها عربيه عربيه. ايوه عربيه يا جماعه. يا كابتن سلام عليكم. معلش الساعة كام؟ بس الساعة كام يا كابتن؟ لا اقول لك الساعة كام يا معلم. لا 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 في ناس بره ورب النعمة في ناس بره. امسك. يلا يا معفنين جايين من كوريا. اوه ماي جاد في لسه كوري فوق. خلينا ناخد العربية. لا 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 استنى استنى يا كابتن، في يا كابتن؟ سيبني اسرق العربية براحتي. يلا خلينا ناخد العربية، العربية بقت مليانة بالدماء يا جماعة ورب النعمة لسه عايش المعفن. يلا 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 هندوسه. اوكي مش عايزين نخبط العربيه بتاعتنا.
يا معفن موت. يلا يلا عشان نودي العربية بتاعتنا. طبعا المهم يا جماعة ان احنا بنسرق عربيات انا واصحابي ونوديها للمكان المفروض نوديها فيه. طبعا يلا خلينا بسرعة نودي العربية. طبعا العربية دي ما بتضربش نيتروز ولا اي حاجة، عربية بطيئة. مش عارف اصحابي بيسرقوا العربيات برضو ولا بيلعبوا ولا بيعملوا ايه. اوكي يا جماعة خلينا نروح نودي عربيتنا الاول. حاسب 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 يا كابتن يا غبي، لو معايا عربيتي بتاع باتمان كنت شلتك. ورب النعمة ما عارف اصحابي بيعملوا ايه، بيسرقوا العربيات ولا بيلعبوا ولا بيعملوا ايه. ايه رجال على الكوبري القديم ده اللي من ايام هتلر. خلينا بسرعة ناخد الملف يمين. ايوان او يا عربيات قديمة وحاجات قديمة، المكان قديم. اعتقد يا جماعة ان احنا هنروح على المينا. شكلها المينا فعلا. يب هي المينا يا جماعة، شكلنا هنودي العربية بتاعتنا على المينا، هتسافر برا. اوكي خلينا نخش المينا. اصحابي هنا فعلا بينقلوا العربيات التانية. استنى يا صاحبي خد لي معاك نودي عربيتنا سوا. صاحبي ودى اول عربية وانا عربيتي اهي. ايوه المفروض نوديها فين؟ اكيد في بوينت هنا يا كابتن. ايوه اهي اهي البوينت. ايوه مستنيين اصحابنا، مستنيين اصحابنا. خلاص صاحبي يلا انزل، لازم اصحابنا يجيبوا العربيات. خلينا نطلب العربية بتاعتنا يا جماعة، اروح اجيب عربية تانية لان دول تلات عربيات ومعانا صاحبنا رابع غبي ولا عارف اي حاجة. بصوا يا جماعة احنا جبنا تلات عربيات، في صاحبنا الاهبل دوت في هنا عربية هناك اهي وسايبها زي الغبي ولا فاهم هو بيعمل ايه. اوكي خلينا نركب العربية بتاعتنا بتاع باتمان. يلا 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 نركب العربية بتاع باتمان. ورب النعمة العربية اسطورة يا جماعة، العربية اسطورة ما شاء الله ما شاء الله. ايوه باللون الاحمر بتاعها. يلا يا حبيبي نيتروز. اوه ماي جاد كنت عايز اشيل صاحبي. ايوه ورجعنا على الكوبري القديم يا جماعه اللي كان مؤسسه هتلر، هو ده الكوبري اللي كان هتلر عامله. خلينا بسرعه نضرب نيتروز. ورب النعمه العربيه اسطوريه. ايوه العربيات القديمه دي مش عارف بتعمل ايه هنا. وسع 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 بدل ما اشيلك عربيه باتمان هنا يا حبيبي. وسع اضرب نيتروز وريهم السرعه ابو علي. اوكي اخيرا صاحبي اللي ما كانش فاهم اي حاجه راح جاب العربيه يا جماعه وبيتحرك بيها. يلا يا حبيبي ودي العربيه للبوينت بسرعه. خلينا نقطع الطريق على صاحبي، نقطع الطريق. فين وفين 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 وصاحبي؟ اوه ورب النعمه ما ظبطت، لو كانت ظبطت خلينا نمشي. ايوه يلا يا صاحبي ودي العربيه، ودي العربيه. ازقك ازقك زقه. اوكي خلينا نزق زقه يا جماعه، شكله محتاج زقه. يلا يا ابني انت ليه بطيء؟ تعالى تعالى خد عربيه باتمان وادينا عربيتك. خد خد اقول لك على حاجه. امسك 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 امسك. خد ايه؟ خد خد تعالى تعالى خد عربيه باتمان. خد امسك عربيه باتمان تعالى. روح خدها روح خد عربيه باتمان. ورب النعمه غبي مش هينفع اركب العربيه عشان انا قافلها. ضحكت عليك يا غبي. مع السلامه. تعالى تعالى اركب معايا تعالى تعالى. ورب النعمه احن فيك، تعالى اركب اركب. سبحان الله يا اخي كان ماسك العربيه، كان سايق العربيه وبيسوق، مره واحده بقى راكب جنب السواق. سبحان الله تبقى الحاجه ليك ومره واحده تبقى مش بتاعتك. شفتوا يا جماعه تشغيل الدماغ اهم حاجه، ان انت تشغل الدماغ. انا قلت لكم صاحبي ده غبي يا جماعه، قاعد يلعب في المدينه ومش عارف هو بيعمل ايه. كلنا رحنا ودينا العربيه بتاعتنا لمين الا صاحبنا ده. طبعا قاعد يلعب ومش فاهم حاجه، لما شاف عربيه باتمان قال لك رب النعمه عربيه اسطوريه ما شفتهاش قبل كده، راح جري على العربيه وساب العربيه دي. ده مثال يا غبي ما يخليكش تبص لاي حاجه تاني. ورب النعمه موقف كان يضحك يا جماعه. خلينا بسرعه نروح نودي العربيه دي. ايه شعورك يا كابتن بعد ما كنت انت اللي سايق دلوقتي؟ ها ممكن تقول لي شعورك بس، شعورك لو سمحت. ورب النعمه عارف ايه شعوره يا جماعه. ليه العربيه التانيه ما كانتش بتفتح؟ مقفوله برقم سري يمكن. يا اصحابي خلاص جبنا العربيه الرابعه. بسم الله بسم الله. خلاص يا جماعه جبنا العربيه الرابعه وسعوا لنا. اوكي العربيه احطها فين طيب؟ عايزين بوينت بوينت. وسع وسع. اوكي ما ينفعش ان احنا نعمل بوينت. خد يا غبي خد يا غبي اللي خدت العربيه. خد تعالى. عايزين نحط العربيه هنا يا جماعه. خلينا بسرعه نطلب العربيه بتاعتنا. طبعا طلبت العربيه بتاعتي يا جماعه عشان استخدمها. طبعا العربيه بتاعتنا بتضرب نيتروز استخدمها في الحته دي. عربيتنا وصلت يا جماعه، خلينا نركب العربيه. شغل 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 يا حبيبي، شغل 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 ابو علي. الله ورب النعمه لازم نعمل كده. فيلد فيلد.